بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. خلاص لا حديث يعلو خلال الفترة القادمة على مباراة الترجي التونسي والأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا. الأميرة السمراء تنادي القلعة الحمراء، بإذن الله نهائي تاريخي بينتظر النادي الأهلي خلال الفترة القادمة. بدأ العد التنازلي ومن اليوم كل الكلام هيكون على هذه المباراة، دعم الفريق، مساندة اللاعبين، مساندة الجهاز الفني، تحفيز الجماهير اللي بالتأكيد مستعدة بشكل كبير جدا لمساندة الأهلي خلال الفترة اللي جاية. كل اللي فاتكم واللي جاي يكون تاني خالص. اللي جاي بالنسبة لنا هو مباراة الأهلي والترجي، مش هنتكلم في أي تفاصيل إلا هذه المباراة. النهائي التاريخي يا رب بإذن الله يكون حلم يبقى واقع في الفترة اللي جاية، ويكون نهائي تاريخي للأهلي وبطولة جديدة تضاف لسلسلة بطولات النادي الأهلي على المستوى القاري في الفترة القادمة. حلقة النهاردة هيكون عندنا كواليس كتيرة، تفاصيل مهمة، الحضور الجماهيري في لقاء الذهاب، الحضور الجماهيري في لقاء العودة، الاجتماعات اللي بتتم خلال الساعات الجارية، حلقة فيها كواليس كتيرة جدا وكالعادة معلومات جديدة لكل السادة المشاهدين. ولكن عشان وقت الحلقة أبدأ بسرعة بسؤال حلقة النهاردة، وبسرعة كده بنسخن لماتش الأهلي والترجي. عايز أعرف من وجهة نظركم كل واحد من خلال متابعاته في السنوات الأخيرة أفضل مباراة لعبها الأهلي أمام الترجي في البطولات الإفريقية. كل واحد يدخل يجاوب معنا ويشارك في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، وفي الجزء الأخير هستعرض آراء حضراتكم. كل واحد شايف أهم مباراة إيه؟ هل 3-0؟ هل المباراة اللي انتهت 2-1 في رادس وتأهل الأهلي بعد ما كان متأخر في الشوط الأول؟ هل مباراة 2-2 اللي كانت في برج العرب؟ الكل يدخل ويشارك معنا في الإجابة على هذا السؤال. لكن بسرعة نبدأ الحلقة بأهم العناوين. البداية في ترند الأهلي، الفريق يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الترجي التونسي. وكمان الأمن التونسي يوافق على حضور جماهير الأهلي مجانا في رادس. وفي الترند العالمي، مصادر، مبابي يوقع لريال مدريد لمدة 5 مواسم. نروح لاستعراض مباريات اليوم وجولة جديدة من مباريات الأسبوع 23 للدوري المصري. الساعة 4 كانت في مباراة على استاد الأسكندرية بين الاتحاد السكندري مع سموحة، ويمكن الشوط الأول انتهى بتقدم سموحة بهدف مقابل لا شيء. الساعة 7 مباراة قوية جدا على استاد جهاز الرياضة العسكري بين طلائع الجيش مع الإسماعيلي. دي مباريات اليوم في الدوري المصري. نروح للدوري الإنجليزي، والنهاردة مباراة حاسمة ومهمة جدا لمانشستر سيتي، هيكون ضيف ثقيل جدا على توتنهام في 10 من مساء اليوم بتوقيت القاهرة. مباراة مهمة لمانشستر سيتي من أجل المنافسة على الصدارة مع أرسنال. نروح للدوري الإسباني، الساعة 8:30 أوساسونا هيستضيف ريال مايوركا، وفي الساعة 10 ريال مدريد هيستضيف ديبورتيفو ألفيس، وفي 11 مساء جيرونا هيستضيف فيار ريال. مشاهدة ممتعة بإذن الله لكل السادة المشاهدين والمتابعين لكل المباريات سواء المحلية أو حتى في الدوريات الأوروبية. وبالطبع لقاء السيتي اليوم مع توتنهام هيكون محط اهتمام الجميع في متابعة للمباريات الحاسمة في البريمير ليج. فاصل ثم نواصل. صباح الغد، كابتن سمير عدلي المدير الإداري والكابتن خالد بيبو مدير الكرة هيكونوا موجودين في تونس عشان التحضير لكل هذه التفاصيل، ملاعب التدريب. طبعا الأهلي غالبا هيتدرب على ملعب الجامعة التونسية يوم الخميس، ملعب المباراة يوم الجمعة، والترتيب الخاص بقى بفندق الإقامة ويكون قريب جدا من ملعب المباراة من ملعب التدريب، تفاصيل اللوجستية اللي بالتأكيد بتساعد الجهاز الفني على التحضير للقاء. كمان وقت وصول الفريق، بكرة الفريق هيسافر الساعة 8 بتوقيت القاهرة، يعني يوصل تونس حوالي 11:30 بتوقيت القاهرة، يعني 9:30 مساء بتوقيت تونس على مطار قرطاج. الفريق مجرد ما يصل التحرك على طول من المطار لفندق الإقامة مش هياخد أكتر من نص ساعة، بس مجرد الفريق ما يصل لفندق الإقامة كل الإجراءات الخاصة بتسكين اللاعبين هتكون جاهزة، مش هتقعد في اللوبي أو في الفندق وقت طويل على ما اللعيبة تطلع للأورد، لا على طول هيكون فيه يعني تسريع في كافة الإجراءات بحيث إن ما يكونش فيه أي تعطيل لأي إجراء. الفريق طبعا بكرة هيكون عنده تدريب في ملعب التتش، كل التدريبات وكل الأمور التخصصية هيشتغلها الجهاز الفني النهاردة وبكرة. وعايز اقول لكم النهارده وبكره المران هيكون مغلق، مش هيكون مسموح لاي حد ان يتابع التدريب النهارده او بكره، هيتم السماح بس باول 10 دقائق
ان بيتم التقاط الصور الفوتوغرافيه وبعض لقطات الفيديو في اول 10 دقائق، لكن بعد 10 دقائق الاولى النهارده وبكره التدريب هيكون مغلق بالكامل. حتى اللوحات الاعلانيه اللي في ملعب التتش هتنزل، بحيث ان الجهاز الفني يبدا يقفل على الفرقه ويشتغل لماتش الترجي. ومش هيتمرن في تونس الا تدريبتين بس، يوم الخميس على ملعب الجامعه التونسيه ويوم الجمعه على ملعب رادس. يوم الخميس كمان تدريب مغلق، والتدريب المفتوح هيكون يوم الجمعه على ملعب رادس اول ربع ساعه لكل وسائل الاعلام، وهيكون في يعني احاديث اعلاميه للاعبين خلال الفتره اللي جايه. طيب عايز اتكلم على حاجه تانية كمان. في هذه اللحظات اجتماع مستمر بقاله أكتر من 3-4 ساعات للاتحاد الإفريقي مع الأهلي والزمالك بشأن تنظيم الفاينل اللي هيتلعب على استاد القاهرة، سواء فاينل الكونفدرالية يوم الأحد 19 مايو أو فاينل دوري الأبطال اللي هيتلعب على استاد القاهرة في ماتش الأهلي والترجي يوم 25 مايو. كل الأخبار المنتشرة على السوشيال ميديا بخصوص نسب التذاكر، حضور أعضاء الاتحاد الإفريقي، نسبة الكاف قد إيه، نسبة الأندية قد إيه، كل الكلام ده غير صحيح. الحاجة الوحيدة اللي أقدر أأكدها لحضراتكم إن النادي الأهلي بيحضر هذا الاجتماع، وبيمثل النادي الأهلي في هذا الاجتماع الكابتن أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني لقطاع الكورة. هذا الاجتماع اجتماع على أعلى مستوى مع قيادات ومسؤولي الاتحاد الإفريقي، سواء في المسابقات أو في التسويق أو في الأمور المتعلقة بالأمور التنظيمية واللوجستية لهذا الحدث، لأن الأول مرة من فترة طويلة جدا استاد القاهرة يستضيف نهائي بطولتين هما الأهم في الاتحاد الإفريقي، نهائي الكونفدرالية ونهائي دوري الأبطال. إذا تفاصيل الاجتماع والاجتماع انتهى أثناء الحلقة هنوافيكم بالتأكيد بكافة التفاصيل، ولكن أنا بأكد لكم كل النسب المنتشرة على المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي كلها غير صحيحة، ولسه الاجتماع مستمر، والأهلي بيمثله في هذا الاجتماع الكابتن أمير توفيق والعميد علاء صلاح من النادي الأهلي. طيب تعالوا نروح للجزيرة ونشوف كيف يستعد الأهلي في هذه اللحظات مع العد التنازلي لمباراة الترجي والأهلي، واحنا شايفينه هو من أعلى نقطة في مختار التتش في الجزيرة والمقر الرئيسي أمام برج القاهرة. نروح لزميلنا فاروق صلاح موفد قناة الأهلي المتواجد حاليا في مقر النادي عشان نطمئن من خلاله على آخر الاستعدادات. فاروق مساء الفل، أخبارك؟ وعايز أطمن منك الجديد عندك، لو عندك تفاصيل باصطحاب القائمة هيبقى كام لاعب، اللعيبة مدى جاهزيتها، المتاح اللي ممكن نطمن بيه جمهور الأهلي يا فاروق. برحب بك يا محمد وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. لا صوت يعلو فوق صوت مباراه الاهلي ولا الترجي، مباراه الذهاب لدور ابطال افريقيا، مباراه مهمه جدا، مباراه الحلم الكبير جدا للنادي الاهلي طبعا بتحقيق البطوله الافريقيه والحفاظ على اللقب الافريقي. عايز اقول لك اللي داخل ملعب مختار التتش او داخل اركان النادي الاهلي كتيبه عمل في كل مكان، يعني سواء على الجانب الاداري على الجانب التنسيقي، وانت عارف الاجتماعات اللي بتعقد في هذه الاثناء ايضا، يعني جانب بقى يعني في الوقت اللي انا بكلمك فيه اجتماع بيعقده مستر مارسيل كولر مع افراد الجهاز الفني طبعا وكافه افراد الجهاز الفني والطبي والاداري طبعا قبل المحاضره اللي هيعقدها مع اللاعبين طبعا والحديث عن الاستعداد لهذه المباراه. زي ما محمد ما انت استعرضت وقلت طبعا ان الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي هيكون رئيسا لبعثه فريق النادي الاهلي المتجهه الى تونس غدا باذن الله. زي ما بناكد يا محمد على ان المباراه يعني انت هتلعب الشوط الاول في تونس، لكن ان شاء الله يكون معاك التوفيق في الشوط الاول ان شاء الله، وتكمل يعني ان شاء الله الفرحه الكبيره هنا في استاد القاهره اللي هيحتضن المباراه. طبعا يا محمد بالامس كان مستر مارسيل كولر منح اللاعبين راحه سلبيه لمده 24 ساعه، فريق بيعود النهارده لاستئناف تدريباته ان شاء الله في تمام الساعه السادسه هينطلق تدريب النادي الاهلي. اسبقه طبعا زي ما قلت اكدت محمد ان هيكون في محاضره ما بين مستر مارسيل كولر واللاعبين. خليني اقول لك ان على مدار الايام الماضيه الاستعداد للمباراه الترجي بدا من خلال ياسين المكاري محلل اداء النادي الاهلي، اللي مستر كولر طبعا انت عارف ما بيسيبش حاجه للظروف، مستر كولر كل التفاصيل الفنيه بيطلبها من ياسين المكاري اللي على مدار الايام الماضيه كان بيقدر يجهز مجموعه من المباريات طبعا للنادي الترجي التونسي، اللي تقدر تقول سواء هو بالنسبه للنادي الاهلي كتاب مفتوح او النادي الاهلي ايضا بالنسبه له كتاب مفتوح، ولكن تعرف طبعا يا محمد ان المباراه النهائيه بتحسم على تفاصيل بسيطه. السيني المكاري جمع مجموعه من المباريات ايضا اللقاءين اللي خاضهم فريق الترجي التونسي امام ماميلودي سان داونز، تفاصيل كتير جدا طبعا مستر كولر هيتكلم فيها النهارده في المحاضره الفنيه مع اللاعبين، وطريقه اللعب اللي ما يعني هي او اسلوب اللعب اللي هيطبقه ويتمرن عليه اللعيبه خلال
خلال على مدار اليومين. عايز اطمنك على كافه هذه الاجواء وان شاء الله يعني تكون رحله موفقه باذن الله لفريق النادي الاهلي، ويعني العوده ان شاء الله بنتيجه ايجابيه من تونس باذن الله. باذن الله. زميلنا فاروق صلاح موفد قناه الاهلي من مقر النادي الاهلي بالجزيره، بشكرك شكرا جزيلا، وانتم اعذرونا الايام الجايه مش هيبقى فيه تفاصيل فنيه كتير، لان انتم عارفين طبعا مهم جدا نقفل على كل التفاصيل الفنيه استعدادا لهذا اللقاء. الناس مستنيه معلومه مين هيسافر مين جاهز، ان شاء الله بكره ممكن يكون في التفاصيل الجديده لما الاهلي يعلنها مع سفر الفريق الى تونس ان شاء الله مساء الغد الاربعاء. نخرج الى فاصل ثم نواصل. طيب، خلال الساعات الاخيره يمكن تم تعيين طواقم تحكيم مصريه لمباريات مهمه جدا في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم، وده تاكيدا للحمد لله لكل كلمه كنا بنقولها في الفترات السابقه، الفيفا بيعتمد على مين، الكاف بيعتمد على مين. كل كلمه قلناها في تعيينات الحكام المصريين للمباريات الافريقيه بتتم من اول كاس الامم، سواء في الكوت ديفوار او حتى في المباريات المهمه، سواء في تصفيات كاس العالم او حتى في التصفيات الافريقيه قبل كاس الامم في الكوت ديفوار. لو هستعرض معاكم ابرز التعيينات اللي تمت في الساعات الاخيره من الاتحاد الدولي بعد ارسالها من الاتحاد الافريقي، لو نبدا كده بالجوله الثالثه من التصفيات كاس العالم، مباراه مالي وغانا، ماتش مهم جدا وصعب جدا يوم 6 يونيو في الشهر المقبل. مباراه هيديرها امين عمر الحكم الدولي، معاه احمد حسام طه مساعد اول، محمود ابو الرجال مساعد ثاني، احمد الغندور حكم رابع. ركزوا جدا يعني مع الطواقم دي، لان دي الطواقم اللي ممكن تشتغل كاس عالم في امريكا 2026 لو الامور مشيت بنفس السياق. نروح للمباراه الثانيه، ودي المباراه اللي هتتلعب في الجوله الرابعه، مباراه جنوب افريقيا وزيمبابوي يوم 11/6، مباراه صعبه جدا ايضا في جوهانسبرج، هيديرها الحكم الدولي محمد معروف، معاه سامي هلهل، يوسف البساطي، والحكم الرابع محمود ناجي. المباراه الثالثه هتبقى ايضا يوم 11/6 في الجوله الرابعه، وايضا مباراه قويه جدا، انجولا والكاميرون، هيديرها الكابتن محمد عادل، معاه مساعد اول احمد توفيق طلب، مساعد ثاني هاني عبد الفتاح، والحكم الرابع الكابتن محمود البن. لفت انتباهكم حاجه مهمه، نفس المجموعه اللي كانت بتدير في كاس الامم، امين عمر، محمد عادل، محمد معروف، دي الحكام الاساسيه اللي بيعتمد عليهم الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي. ونسب نسب تواجد طاقمين في كاس العالم 2026 هيكون من الطواقم دي، مع وجود محمد عادل لو معاه الشاره الدوليه للفار في كاس عالم 2026، مع استمرار محمود عاشور لو فضل ل 2026 حكم فار ايضا في الولايات المتحده الامريكيه. تاكيدا لكل كلمه بنقولها في هذا الشان، الايام بتثبت لحضراتكم بالتعيينات اللي بتتم من الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي. طيب، نروح بقى للشان التونسي، والاستعدادات هناك متواصله ومستمره على مدار الساعه بالنسبه للاشقاء في تونس بشان مباراه الترجي والاهلي اللي هتقام يوم السبت اللي جاي الساعه 10 بتوقيت القاهره. محتاجين نتكلم في شقين، شق فني وشق اخر متعلق بالحضور الجماهيري، بس هبدا الاول بالشق الفني، لان معايا واحد من نجوم الكره التونسيه واحد اللاعبين والركائز الاساسيه اللي كانت موجوده في الترجي التونسي، الكابتن ايمن بن عمر، واللي بالمناسبه حائز مع الترجي على دوري ابطال افريقيا عام 2011. كابتن ايمن، يا عيش اخويا، مساء الفل، ازيك؟ يا عيشك يا كابتن محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا على الاستضافه ليك وشكرا لمستمعي قناه الاهلي. سعداء بوجودك معانا وبنتمنى لك التوفيق. دلوقتي بتدرب ولا عملت ايه في مجال الكوره بعد السنين المتميزه اللي قضيت فيها كوره مع الترجي ومع الصفاقسي والعديد من الانديه التونسيه؟ الحمد لله، يعني بعد مسيره الكوره يعني خيرت اني نمشي للتدريب، معايا الشهاده جيم من الكونفدراليه في التدريب. ممتازه. ولسه يعني بكمل التدريب بتاعي ان شاء الله. موفق ان شاء الله، وقريب جدا نبارك لك على اللايسنس البروفيشنال كمان ان شاء الله. يعيشك يا كابتن باذن الله. طيب، عايز اعرف رؤيتك، شايف ماتش الترجي والاهلي والفرقتين هما كبار الكره في افريقيا دايما متمارسين في القاره الافريقيه على لعب النهائيات، شايف النهائي القادم ذهاب في الرادس والعوده في القاهره، كيف ترى هذا اللقاء؟ هو يا كابتن زي ما قلت انت، معناها بين اكبر زوج فرق في افريقيا يعني الترجي التونسي والاهلي المصري اللي معروفين يعني في متقابلين ياسر في النهائيات ومتعودين بالنهائيات هذه، يعني هم يعني تنجم تكون مباراة سهلة عشان متعودين بها، فهمتني يا كابتن؟ يعني أكيد. المباراة هذه باش تكون تتلعب على أجزاء بسيطة، يعني يمكن في كل مدرب اللي عنده اختياراته الفنية، بس الحقيقة باش تكون يوم المباراة، مباراة نهائي فيها شوطين، شوط باش يكون في تونس وشوط باش يكون في مصر. مباراة مش تكون سهلة على الفريقين،
نعرف الترجي في الفتره الاخيره هذه قاعد يمر بفتره ممتازه مع المدرب الجديد نتاعو ميغيل كاردوزو، والاهلي كمان يعني بعد المباراه نتاع مازندي كان فاز في الدوري في المباريات الاخيره اللي في الدوري المصري. كما قلت لك صراحه يعني زوز فرق معتاده بالنهائي هذا، زوز فرق باش تكون جاهزه بنسبه 100% المباراه هذه اللي باش تلعب على اخطاء بسيطه حسب ما نشوف. انا الفريق اللي باش يكون مركز طيله المباراه كامله مع الوقت الاضافي هو راح يكسب الشوط الاول، بس يعني في شوط ثاني وفي عامل ايجابي للترجي اللي هو في ارض ميدانه مع الجماهير ومع الثقه اللي واخذينها مع الترشح للكاس العالم للانديه، يعني في حاجات مميزه. ويبقى دائما زي ما قلت لك يعني المباراه هي تتحسن يوم السبت ان شاء الله، يعني في باذن الله واقع ميدان نشوفه ان شاء الله باذن الله. طيب لفت انتباهي وانا بتابع كده مباراه الترجي يا كابتن ايمن ان الترجي التونسي مع كاردوزو تحديدا ما غيرش في التشكيله الاساسيه ولا حتى اللعيبه اللي موجودين على بنك الاحتياط سواء في تونس او في بريتوريا في مواجهه صن داونز، يعني نقدر نقول هو مستقر على العناصر اللي معاه 20 لاعب في اهم المباريات دلوقتي، ما بيغيرش خالص. هو يعني ماشي زي ما قلت بنقولها بالفرنساوي اون شونج با ان كيب كي غاني، معناها ما غيرش فرقه بتربح. هو بكلامه هذا يعني هو القرار له الاول والاخير، هو اللي يواكب اللعيبه في الترجي. يمكن العناصر اللي عنده محدوده، يمكن يخير على 13 او 14 لاعب اللي يعرفهم اللي نجموا يشاركوا في مباراه، ديما النظره الاخيره اللي هو خاطر هو المدرب الوحيد بالعناصر نتاعو، يعرف نقاط قوتهم، يعرف وقتاش يتم التغيير. الحاجه الباهيه انه لازم انه الفريق يكون متعود بنفسه عشان يكمل نفس الريتم ونفس التفكير الجماعي، يحاول انه يخلي نفس اللعيبه عشان معناها يستانسوا ببعض. وزي ما قلت لك معناها في الاخر يعني بصراحه الاساسيين الموجودين هم اللي يستاهلوا يلعبوا في الترجي. نفس المجموعه اللي كانت مع الكابتن طارق ثابت، ولكن مع ميجيل كاردوزو الوضع اختلف. هل طريقه اللعب اختلفت؟ تكتيك الفريق اختلف ما بين المدرب البرتغالي عن الكابتن طارق ثابت؟ ممكن في هو لا زي ما قلت لك شوف العقليه احنا في تونس ولا في اللاعب العربي ما يعطيش يعني احترام 100% للمدرب العربي، او لما يجي المدرب اجنبي ولا حاجه يحاول انه يفتك مكانه. لكن هذا المدربين صراحه الاجانب جايين بعقليه جديده في كره متطوره، معناها تشوف الاهلي مع كولر ولا تشوف تو الترجي مع رودريجو، معناها في ريتم تغير شويه يعني على الريتم في البطوله التونسيه. هو فارب نفسه المدرب فارب اسلوبه مع لعيبه يعني تقدر تلعب في الترجي في الجاي. النكسه هي الروح، النكسه هي يمكن عرف ازاي ياخذ اللعيبه علشان خاطر امور نفسيه في الملعب. المدرب العقل الكبير هو اللي يعرف ازاي ياخذ اللعيبه نتاعه ويحضرهم يوم المباراه، خاطر اللعيبه هي اللي تلعب يوم المباراه. اكيد ده الفرق اللي بين طارق ثابت وبين ميغيل. وعندنا احنا مسؤولين في تونس لما يشد مدرب تونسي بيحاولوا ياثروا عليه، لكن لما يجي مدرب اجنبي مستحيل يتدخلوا فيه. يمكن حتى في مصر انتم زي هذا. طيب سؤال اخير كابتن ايمن، مين لعيب في الترجي دلوقتي في خط الدفاع او في مركز الظهير الايمن قريب من امكانيات وقدرات ايمن بن عمر، شبه ايمن بن عمر؟ والله في كتير يا كابتن. انا الحمد لله ما انا تعديت المرحله نتاع 3 سنوات في الترجي التونسي، وقبلها كنت مع الاهلي مع النادي الرياضي الصفاقسي في التونسي ولعبت ضد الاهلي، يعني عملت مسيره ممتازه رضي بها. اللعيبه الحاجه الباهيه اللي في الترجي الرياضي التونسي اللعيبه اللي تتعدى على الاماكن نتاعها ما تستاهل انها نسيت في اللعيبه اللي قبلها، فهمتني؟ زي في الاهلي معناها شوف ما شاء الله لعيبه باسامي كبيره، وكل يوم يمكن حتى زي دلوقتي معناها بيخمموا في علي معلول ومن حيجي بعده. لا ما تخافش الانديه الكبار زي الاهلي وزي الترجي وزي الصفاقسي التونسي وزي الزمالك، يعني يمكن احاول اذكر الاسامي الانديه الكبار، يعني ما فيش لاعب يفضل معناها بتخمن انه في لاعب تجيب لاعب ثاني ما خير منه، معناها يا كابتن فهمتني؟ فهمتك حبيبي يا كابتن ايمن، شكرا جزيلا ليك وسعداء جدا بمداخلتك على مباراه الاهلي والترجي والذهاب النهائي الافريقي. طبعا قدامنا صوره الكابتن ايمن بن عمر، جيل كان تاريخي جدا في 3 سنوات شارك فيها وحصل مع الترجي على دوري الابطال عام 2011. طيب اروح بقى لخبر مهم جدا هنتكلم فيه على كيف يستعد الترجي واداره الترجي لهذه المباراه يوم السبت المقبل. اولا النهارده كان في اجتماع امني في تونس بشان الحضور الجماهيري، ويمكن الخبر
أعلن بشكل رسمي من خلال إذاعة موزاييك التونسية، وأعلنت أن الحضور الجماهيري الرسمي في هذا اللقاء هيكون بحضور 27,000 متفرج. قدامكم هو الخبر من خلال إذاعة موزاييك، ويمكن ده خبر رسمي تم إعلانه صباح اليوم. وسيتم بداية من يوم الخميس 16 مايو طرح تذاكر المباراة للبيع، يعني بعد بكرة إن شاء الله هيتم طرح التذاكر. وتم الاتفاق خلال الاجتماع الأمني طبقا لرواية وما ذكر من خلال إذاعة موزاييك، إن هيتم الاتفاق على السماح لكل جماهير الأهلي اللي هتحضر المباراة في رادس إن هم يدخلوا الملعب مجانا بجواز السفر المصري، وذلك في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين التونسي والمصري والعلاقات المتميزة بين فريقي الترجي الرياضي والأهلي المصري. خدوا بالكم 27,000 مشجع في ملعب رادس، يعني بنتكلم في 1400 مشجع من جماهير النادي الأهلي. 5% طبقا للائحة الكاف في حضور الجماهير الضيف، 5% من ساعة الحضور. 27,000 يعني 1400 مشجع فقط من جماهير الأهلي في مباراة رادس. ناس كتيرة تقول لي ملعب رادس بيسع ل 60,000 متفرج، ليه هيحضر 27,000 بس؟ أولا في هناك تعليمات أمنية زي ما كانت موجودة في المباريات المصرية في الفترة الأخيرة، كل الملاعب وكل المباريات الحضور بيبقى تلتين من ساعة الملعب، فالملعب بيسع ل 60,000، حضور التلتين يعني 40,000 مشجع. طيب في مدرجات فيها صيانة، فبالتالي تم تخفيض العدد من 40,000 ل 27,000، عشان كده العدد نزل من 60 ل 27 في تلتين طبقا للإجراءات الأمنية، وعشان إن الملعب ينزل ل 40 في مساحة محتاجة لصيانة، فعشان كده وصلنا ل 27. ال 27 دي جماهير الترجي، وجماهير الأهلي 1400 مشجع في لقاء الذهاب. لقاء العودة في القاهرة بإذن الله أكثر من 65,000، وجماهير الترجي العدد هيكون من 2500 إلى 3500، وده هنعرفه بشكل رسمي في الساعات اللي جاية. فاصل ثم نواصل. اهلا بحضراتكم من جديد، واخر اخبار الترند والجزء الاخير من برنامج الترند. البدايه هتكون مع ترند الاهلي، لان هنشوف كلام مهم جدا على فاينل الاهلي والترجي. البدايه من حساب بطولات، بيقولوا ان الاهلي تلقى موافقه الامن على حضور 55,000 مشجع لمباراه الترجي في نهائي دوري ابطال افريقيا، 52,300 للنادي الاهلي والمتبقي لجماهير الترجي التونسي. وده التاكيد اللي كنت بقوله لحضراتكم من شويه، إن لو حضر 55,000 مشجع النسبة المحددة لجماهير الترجي 5%، يعني مش هتزيد عن 2500 مشجع. عموما دي التعليمات الأمنية، ويبقى في اجتماع تنسيقي خلال الفترة اللي جاية بعد لقاء الذهاب، والنهاردة في اجتماع تاني له علاقة بنسب التذاكر ما بين الاتحاد الإفريقي مع الأهلي في لقاء العودة في استاد القاهرة يوم 25 مايو. وطبقا للائحة وطبقا للائحة التسويق كل طرف ليه قد إيه، لأن كمان الفاينل بيتنظم من خلال الاتحاد الإفريقي مع النادي الأهلي. الاتحاد الافريقي اكيد الفاينل ده بيبقى امر شان خاص بيه، لان هو صاحب التنظيم وصاحب البطوله وكل الحقوق التسويقيه والاعلاميه والاعلانيه، فبالتالي بيتم كل الاتفاق على هذه التفاصيل من خلال اجتماعات تنسيقيه بدات من النهارده. طيب نروح لملعب القاهره 24، بيقول ان الاهلي يخطر اتحاد الكره بموقفه النهائي من معسكر المنتخب في يونيو. تفاصيل الخبر على عهده القاهره 24، ان النادي الاهلي رفض التراجع في أزمة اللاعبين الدوليين وتمسك بانضمامهم طبقا لمواعيد الأجندة الدولية في الفترة من 3/6 حتى 10/6. الساعات الماضية شهدت اتصالات مكثفة ما بين اتحاد الكرة والأهلي مع المنتخب الوطني،
ولكن مسؤول النادي الاهلي قالوا ان في حاله اجهاد عامه لدى اللاعبين بعد مباراتي الترجي. الفريق محتاج اجازه وراحه، لان بعد الاجنده هلعب كل 48 ساعه مباريات مؤجله في الدوري، فصعب جدا هلعب 10 مباريات في ظرف 30 يوم ولعبت ما تاخدش اجازه حتى 4 ايام بعد نهائي افريقيا وقبل انطلاق الاجنده، وده الجزء اللي كنت بتكلم فيه مع حضراتكم امبارح. ولكن الكلام النهارده مكتوب في القاهره 24 وفي تفاصيل مهمه جدا في هذا الشان لما نشوف هيسفر عن ايه بعد اعلان قائمه المنتخب يوم 26 مايو. طيب الوطن الرياضي بيقولوا اول رد من علي معلول على التجديد للاهلي مفاجاه للاداره. في تصريحات تم تناقلها بالأمس من خلال بعض الإذاعات التونسية لنجم النادي الأهلي والمنتخب التونسي علي معلول. الوطن سبورت خدوا أول رد فعل من علي طبقا للتصريحات المكتوبة ومنشورة في المواقع التونسية، ومكتوب فيه إن علي معلول ما عندوش أي مشكلة في التجديد للأهلي، في نقاش بس في مسألة التجديد بشأن الأرقام المالية، وكل الأمور تم تأجيلها لما بعد مباراتي الترجي التونسي. هقفل الملف ده مش هنتكلم فيه لأن احنا عندنا موقع أهم، وعلي نفسه عارف إن مباراة الترجي أهم حاجة دلوقتي. بعد ما نخلص ماتش الترجي كل التفاصيل نقولها لحضراتكم ونطمنكم على كل اللاعبين. نروح لكرة بلس. الكشف عن موقف محمد الشناوي من التواجد مع الأهلي في تونس. تفاصيل خبر من خلال كرة بلس بيقولوا ان محمد الشناوي سيتواجد مع الاهلي في رحلة تونس، وان مارسيل كولر استقر على هذا القرار. وانا بالامس هنا قلت لحضراتكم محمد الشناوي واليو ديانج بنسبة كبيرة جدا الجهاز الفني بيفكر في اصطحابهم مع الفريق والبعثة الرسمية اللي هتسافر بكرة في المساء. ان شاء الله باذن الله يكونوا كل اللاعبين على هبة الاستعداد. وكمان وارد جدا ان الجهاز الفني يفكر اخد كمان عبد القادر وعمرو السولية سواء جاهزين او مش جاهزين. انا هناك هتمرن تدريبتين محتاج اعيش كل اللعيبه في اجواء الفاينل سواء في القاهره او قصدي في رادس قبل العوده للقاهره، فممكن جدا الجهاز الفني يفكر في اصطحاب كل اللاعبين، وممكن ياخد قرار تاني ان يفضل ان اللعيبه اللي محتاجه تاهيل تستمر في القاهره عشان اركز على المجموعه اللي هتكون معايا. ولكن وضع الشناوي وديانج غير السوليه وعبد القادر، وبكره اعتقد بنسبه كبيره هتعرفوا كافه التفاصيل اللي احنا اتكلمنا فيها امبارح والنهارده. كمان الوطن الرياضي بيقولوا مروان عطيه يثير القلق في الاهلي، تعرف على التفاصيل. التفاصيل ان مروان عطيه قبل خوض الذهاب كان اشتكى من اجهاد في الخلفيه، وانا قلت لحضراتكم ان مروان عطيه بعد مباراه بلديه المحله كان في كدمه قويه جدا وحس ان في تورم في رجليه، خد اجازه في اليومين اللي بعد مباراه البلديه، والنهارده موجود في التدريبات الجماعيه. التدريب هيبدا 6، وبطمنكم باذن الله ان مفيش مشكله في مساله الدفع بمروان عطيه، وهيبقى التدريبات في الفتره اللي جايه تدريجي لبعض اللعيبه اللي راجعين من اصابه، ولكن ان شاء الله باذن الله الاهلي هيكون كامل العدد في رحله الفريق الى تونس. نروح لحساب يلا كوره. نجم تونس محمد السليتي كان ليه تصريحات عبر اذاعه IFM وقال فيها لا يوجد فريق عربي يمتلك لاعبين بحجم امام عاشور وعلي معلول. طيب الكلام هنا بيقولوا ان محمد السليتي قال ان مفيش فريق في المنطقه العربيه عنده لعيبه بحجم عاشور وعلي معلول. الاهلي والترجي عندهم لعيبه كويسه جدا، لكن في نفس الوقت هو وجه رساله تحذيريه للترجي ان الاهلي لما بيقدر يوصل للنهائي بيقدر يحقق نتيجه جيده. وقال كمان ان الترجي التونسي جاهز بشكل قوي، ووجه رساله للاهلي لما نجح في اقصاء اقوى فريق في افريقيا وهو فريق سان داونز. دي تصريحات محمد السليتي عبر اذاعه IFM التونسيه. حساب كرة بلس تصريحات أيضا لكاردوزو، ميجل كاردوزو مدرب الترجي التونسي اللي استبعد فيها بوكيه والسهيلي من قائمة الفريق لمواجهة الأهلي في ذهاب النهائي. طبعا أسامة السهيلي وبوكيه ما كانوش موجودين في ماتش النجم الساحلي، وهو بيفكر في استبعادهم لأسباب فنية. بصوا يا جماعة أنا عشان أثبت لحضراتكم بس فكرة قائمة فريق الترجي التونسي، دايما ميجيل كاردوزو عنده عناصر ثابتة وأساسية سواء في التشكيلة الأساسية اللي لعبت في المباريات الأخيرة الإفريقية أو حتى اللعيبة اللي موجودة على دكة البدلاء ما بيغيرش. يعني أنا مثلا معايا قائمة ماتش الترجي وصن داونز ذهابا في تونس وإيابا في بريتوريا ما اتغيرتش. العناصر الأساسية اللي بدأت في تونس هي العناصر اللي بدأت في بريتوريا، رغم إن طريقة اللعبة وخطة اللعبة ممكن اختلفت، ولكن الراجل ما غيرش فيها حاجة، نفس العناصر نفس اللعيبة. نفس الأمر على دكة البدلاء، ما دخلش لعيب زيادة، فالراجل دايما عناصره جاهزة وما بيغيرش في اللعيبة. اخر خبر قبل ما اطلع لفاصل، رابطه الانديه المصريه من خلال حسابها الرسمي بتصويت الجماهير هدف عمر كمال هو الافضل في الجوله ال 22. دي كانت ابرز التفاصيل في ترند الاهلي. فاصل ثم نواصل.
اهلا بحضراتكم من جديد والجزء الاخير مع الترند المحلي. البدايه من حساب يلا كوره بيقولوا ان في مفاضله ما بين امام عاشور وعبد المنعم. مصدر ليلا كوره: صلاح على راس 5 لاعبين لدعم المنتخب في الالعاب الاولمبيه في باريس. طبعا صلاح على راس اختيارات ميكالي، لكن في النهايه في موقف ليفربول اكيد هيرفض زي ما حصل في دوره طوكيو الماضيه، لان الدوره الاولمبيه ليست ضمن اجنده الفيفا الرسميه، فالاختيار هنا او الانضمام هنا ودي مش رسمي. ولكن فكره وجود عبد المنعم وامام عاشور من الاهلي في التوقيت ده هيبقى فيها مشكله كبيره جدا، لان الدوري المصري مستمر في الفتره دي، ما تقدرش توقف الدوري عشان تخلص المسابقه. فايه اللي هيحصل هنشوف في الساعات اللي جايه او في الايام اللي جايه. نروح كمان لملعب القاهره 24، احمد نبيل كوكا بيتصدر غلاف الاعلان الرسمي عن منافسات كره القدم في الالعاب الاولمبيه في باريس. احمد نبيل كوكا احد العناصر المهمه في النادي الاهلي وايضا في المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول. نروح للمشاركات والسؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه: اهلي وترجي، افضل مباراه تابعتها وشفتها من وجهه نظرك كانت ايه؟ طيب نبدا برمضان بيقول: احنا لينا مع الترجي التونسي صوالات وجولات، بس اميز مباريات الاهلي امام الترجي نهائي 2012 واخر مباراه لينا امامهم في رادس واللي انتهت بثلاثيه نظيفه، كانت مباراه بدون جمهور على فكره، وباذن الله دايما يفضل لينا في رادس حكايات. نروح لعمر: ماتش الاهلي والترجي 2012 هدف جد والحاوي وليد سليمان، ماتش جميل ورائع لما اخذنا البطوله من قلب رادس، ان شاء الله البطوله اهلاويه، اهلاوي وافتخر. الماتش ده حسام غالي عمل مباراه عالميه. امجد بيقول: ما انساش بطوله 2012 كانت مميزه، واتوقع تعادل 1-1 هناك دلوقتي وفوز الاهلي في العوده 3-1 باذن الله. اخر تعليق معايا بسرعه: غريب بيقول: مساء النور، متعه ما بعدها متعه، اياب نهائي 2012 في رادس، يا رب يا عالي انصر نادينا العظيم الاهلي وبالاميره السمراء ال 12 لنادينا العظيم. انا فاكر في المباراه دي كنا في تونس ساعتها، وكان طارق دياب كان وزير رياضه للتونس، وهو طبعا نجم كبير من الكره التونسيه ونادي الترجي، وسلم وقتها دوري ابطال افريقيا لكابتن النادي الاهلي حسام غالي. وطبعا الله يرحمه معالي الوزير السابق الاستاذ العمري فاروق، كان رئيس بعثه النادي الاهلي في هذه الرحله، ولكن باذن كان ساعتها قصدي سوري كان ساعتها وزير رياضه مصري، وكان ساعتها النادي الاهلي الكابتن حسن حمدي وقتها كان موجود مع النادي الاهلي رئيسا للبعثه. يا رب الايام الجميله دي ترجع من تاني والاهلي يتوج بدوري ابطال افريقيا في تونس وفي القاهره. في الختام بشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده، والى اللقاء غدا في حلقه جديده من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.